تحس إنك تعرفها. لا، هي غير عن أي شيء شفته قبل. بس شو اللي يميز X5 2019 الجديدة كلياً؟ X5 2019 أعرض وأطول من الموديلات اللي طافوا، تعطيك مساحة زيادة ورقي أكثر. الليتات الأمامية ليزر ويوصل مداها ل 500 متر، أما الليتات الخلفية فLED بتصميم 3D. وأول مرة بين كل سيارات BMW الرنجات 22 بوصة. من قبل لا ألمس أي شيء، تستقبلني X5 بسجادة ضوئية كنوع من الترحيب. شاشتين، الوحدة منهم 12.3 بوصة. طريقة التحكم إما باللمس، الإيماء، أو باستخدام iDrive. السيارة منك وفيك، ليتاتها الداخلية دار مدارك وتنبهك إذا يالك اتصال أو إذا باب السيارة مفتوح. شكل الجير راح يميزك، لوحة التحكم اللي باللمس، هذا غير الدقمة اللي تشغل وتطفي السيارة، ولا تنسى التحكم في مستوى الصوت، كلهم من الكريستال الفاخر. ما راح تحتاج كيبلات علشان تشحن تليفونك، الشحن صار وايرلس. بارد ولا حار، اثنيناتهم لهم نفس المكان. إذا كان العطر يغير مودك، فX5 وفرت لك 8 عطور حسب اختيارك. فتحة السقف صارت أكبر ب 30% من الموديل اللي قبله، وتقدر تختار تجهيزه ب 15,000 ليت LED. وحس إنك بين النجوم. الشكل حلو والسيارة ذكية وايد. وفي الزحمة X5 بنظام المساعدة في الازدحام المروري يسوق بروحه، يحافظ على المسافة بين السيارات، يخفف ويزيد السرعة ويصلح لك اتجاه السيارة. ساعات تمر بفريج وتحس ان انت ما راح تعرف تطلع، نظام المساعدة على القيادة العكسية يطلعك منها. ليش؟ لانه يحفظ 50 متر من قيادتك انت بالضبط. ركز بالبريك وخلي الباجي عليها. تلقى لك الموقف من بين وايد مواقف، اللي عليك انك تختار بس، وهي تصفط. لا تلمس سكان ولا تدوس بريك. كمل قهوتك وهي تقوم بالمهمة. الحين دريت ان X5 الجديدة صارت اكثر رحابة، فخمة وتكنولوجيا هي الاحدث. تبي تختبر قيادتها؟ جربها بنفسك في معرض علي الغانم واولاده للسيارات.